بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعينا عبر قناة تبادل المعلومات التقنية Change Information Tech، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا مزيانين وتكونوا زوينين هذا اليوم. إذن اليوم إن شاء الله جبت لكم أسيس، هو تم تسجيله قبل ولكن نظرا لربما كان فيه بعد شويش يعني، وهذا التسجيل ما كانش واضح مزيان، ولكن حاولت اني عاودت الدراسه ديالو والتحقق منه، ولما نجحت معايا العمليه كنبغيت نتقاسمه معكم. وشكرا شكرا شكرا جزيلا للاخ اللي نقله لنا هذا لاستيس. ان شاء الله نتكلم فيه اني كيف اجعل الحاسوب يتوقف على العمل في وقت معين، يعني أبرمج توقيف الحاسوب في وقت معين، يعني أنا اللي كان نتحكم ليه في الوقت، نحدد ليه وقت اللي يتوقف فيها العمل. بالنسبة لأطفالنا إذا كان حبينا نحتسب لهم المدة ديال الجلوس أمام الحاسوب، ولا إحنا كنا كان تيليشارجي وفي شي في شي طويل وشي في شي يطلب مني ساعة وأنا كننعس، إذا ننعس بروغرامي الحاسوب ديالي وننعس، ولا كنت نتفرج في فيلم وخايف لننعس ويبقى الحاسوب ديالي يشتغل كيخسر ليا وكان يوقع ليا شي عطب، إذا نبرمجو بعد ساعة أو بعد ساعتين أو بعد سعود ديال ساعات، إلى أي واحد يحدد الوقت ديالو كما يحب. هاد لاستيس إن شاء الله راح نتكلموا عليه بكل دقة وتفصيل. قبل كل بداية أبدأ بنفسي ثم بكم فضلا وليس أمرا تفعيل زر الجرس تفعيل زر الجرس عفوا والضغط على لايك للإعجاب بفيديوهات القناة ومشاركتها مع أصدقائكم عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، تشجيعا لكم مما لنشر المزيد إن شاء الله. انتظرونا بعد الفاصل. إذا عدنا نبدأ إن شاء الله. أولا راح كما جرت العادة ندير لكم لاستيس بشكل نظري ثم نطبقوه. إذا نظريا غادي نروح لابوا ديكزيكسيون افيك ويندوز ار، تخرج لي لابوا ديكزيكسيون فيها شون ديديسيون، هنايا نكتب شات داون، هو يقرأ هنا شوت داون ولكنها تقرا شات داون بالانجليزيه. شات داون اسباس تيري اس اسباس تيري تي اسباس، ونكتب الرقم بالثواني، يعني الوقت اللي كيبقى يشتغل فيه الحاسوب نكتبه بالثواني. الا كان جوج ديال الدقائق كنكتب 120، واذا كان 3 ديال الدقائق كنكتب 180، واذا كان ساعه كما على بالكم واستمر العمليه الحسابيه. اذا اول حاجه نملي عليكم شات داون كيفاش تكتب. شات داون تكتب اس اش او تي دي او دبليو ان بحال ناديه، نعاود لكم اس اش او تي دي او دبليو ان بحال ناديه. اذا شات داون، بعدين ندير اسباس نكتب تيري موجوده في رقم 6 ديال الفا نيميريك، يعني فوق ازيرتي رقم 6 فيه تيري كنحسبو حتى لسيس، نكتبو سيس هذيك هي تيري، يعني بلا شي شيفت كيما نكتبوش معها، كنكتبو مع شيفت تولي سيس صح، نكتبوها سون شيفت يعني بدون شيفت بدون ماجيسكيل تولي تيري اس حذاها مباشرة بعد اسباس نزيد تيري
تي بعد اسباس ونكتب الرقم اللي قلت لكم عليه اللي هو الوقت المتبقي نكتبه بالثواني. الى جوج دقائق كما قلت لكم جوج ديال الدقائق كنكتب نكتب 120، الى كان 3 دقائق نكتب 180 الى غير ذلك. فقط ملاحظة، الى شفت روحي اني حبناني لهذه العملية، اذا شفت روحي حبناني لهذه العملية يعني هي الوقت راه مستمر وانا بقات لي مثلا 2 مينيت، هو يعني بعد جوج ديال بعد كيتبقى لك جوج ديال الدقائق كيعطيك الانذار، كيعطيك الانذار يقول لك باللي حذاري الحاسوب ديالك راه غادي يتوقف بعد دقيقتين، بقات دقيقتين من الزمن. اذا عطى لي هذه المساله وانا مازلت عندي شي ديال العمليات ولا شي ديال المعالجه في الحاسوب، هنا كندير العمليه ديال لانيلاسيون. هنا نانيلي العمليه ديالي، كيفاش نانيليها؟ غادي نكتب نفس العملية شات داون بعدين اسباس تيري ا، ما نكتبش اس هنا يعني نكتب ا على اساس انيلي، ومن بعد قلنا تيري ا اسباس، ومن بعد تيري تي، وبعدين اسباس نكتب الرقم اللي كتبته المرة الاولى، نكتب الرقم اللي كتبته المرة الاولى اللي هو كما كنت قلت لكم الرقم اللي كتبته المرة الأولى. إلا كان كتبت جوج ديال الدقائق معناها نكتب 120، إلا مهم نكتب الرقم اللي كتبته أول مرة. إلا كتبت 1200 نعاود نكتب 1200، هنا ندير أونتخي، هنا كيجيني ميساج باللي راني أنيليت العملية. ملاحظة ثانية أنه هاد العملية يعني كثير منكم اللي كيسمعني يقول باللي اسكو يطرح سؤال في بالو ويقول بلي اسكو هذه العمليه راح تدوم لوقت، راح تدوم لوقت راح تسمى كل ما نحتاج نشغل الكمبيوتر راح يطفى في نفس الوقت ولا لا. انا نقول لا، هنا ما يطفاش في نفس الوقت الا اذا كان انت عاود شغلت هذا لاستيس، انت لازم تعاود دير استيس مثل هذا، يندار يعني مره واحده فقط بعد اشتغال بعد تشغيل الكمبيوتر مره اخرى او اعاده تشغيل الكمبيوتر مره اخرى، شغل الحاسوب مرة أخرى، ما تبقاش خدامة العملية هذه ديال لاستيس. العملية ديال لاستيس هذه لازم تعاود تكتب أستيس جديد فقط. إذا نروحوا للأهم وهو التطبيق، ومعذرة على الإطالة لأنه الدرس يحتاج مني الشرح يحتاج مني هذه الإطالة. إذا ممكن نشغلوا الحاسوب، نديره انفاي Exécuter dialogue. Entrez le nom de folder view. Arrêt de win. Sous fenêtre. Et bien, on a là. Gagne qui est beau. Exécuter dialogue. Windows R. Windows R. La boîte d'exécution. C'est primé parce qu'on ne peut pas le faire. Et bien, on a l'écrit. S. S. H. On a l'écrit. On a là. شات داون دي دي او اكس اكس سي سي دبليو دبليو رب مني صباح دبليو ان ان هل ناديا اسباس شتون اسباس اسباس. اذا هنايا S espace S. espace espace en aya tiré T tiré T T espace espace en aya كان كتبو 1 2 8 8 0 نكتبو 0 يعني ما عنديش بافي نيميريك، معذرة نشتغل الأرقام نتاع ألفا نيميريك. يعني هنا كتبت إسباس 120 هكا ندير أونتخي. Vous allez être déconnecté. Dialogue Windows va s'arrêter dans 2 minutes. L'arrêt aura lieu le 18. جاني في ياي 2018 العاشرة مساء و48 دقيقة و28 ثانية. Fermez bouton Alt plus F.
سوف ندير اسباس وكننتظر. يعني هنا بعد دقيقتين ان شاء الله كينطف ليا الحاسوب. اذا حبيت ماني لي هذه العمليه كما قلت لكم نكتب ندير نفس الشيء ولكن في بلاصه الاس في مكان في مكان الاس في المكان ديال الاس كنكتب الا فقط ثاني لا العمليه. اذا هو بعد دقائق ان شاء الله بعد دقيقتين او دقيقه وبضع ثواني راح ينطف ليا الحاسوب يعني راح يتوقف الحاسوب بشكل الي. وكما قلت لكم هذه العمليه ديروها مليحه مزيانه لانه الحاسوب ديالكم كذلك ينضر كون تشغلوه فوق اللازم. احيانا كاين شي ناس كينعس ويخلي الحاسوب ديالو يشتغل طول الليل وبعدين يوقع في شي ديال المشاكل منها تلف الحاسوب الى غير ذلك. الاطفال ديالنا ايضا باش نراقبوهم مليحه المراقبه الاطفال وقت الجلوس ديالهم امام الحاسوب لانه صراحه فيه مضره وكلنا يعلم هذا الشيء. كما قلت لكم راني غير نحكي معكم لانه ننتظروا نشوفوا اش هذه العمليه كانت نجح ليا ولا ما تنجحش باش نتاكدوا وتكون المعلومه مؤكده ان شاء الله. اذا هي بقيت بعض بضع ثواني وينطفئ الحاسوب راح تسمعوا الانفيديا كي تنطفئ ليا ويتبعها انطفاء الويندوز ان شاء الله. يا ربي انه يكونوا هذه الدروس عجبوكم ان شاء الله يكونوا نكونوا دائما عند حسن ظنكم نعم انطفأ الحاسوب انطفأ الحاسوب خلاص الحاسوب ديالي اذا انطفأ نجحت العملية بنسبة 100%. ان شاء الله تفهموا هاد لاستيس وتعودوا تدرسوا في مدينتكم ونشروا الفيديوهات ومأجورين ان شاء الله تعالى. تحية عطرة للطاقم الاداري لمجموعتنا عبر الواتساب وكذلك تحية لمخرج هذا التسجيل هو الاستاذ والاخ يونس بروين وتحية لمعد ومقدم لكم هذا التسجيل تسجيلا وهندسة صوتية أخوكم ريحي رمزي. أتمنى لكم التوفيق توفيق ما شاء الله وما تنساوش كلمة واحدة نقولها ونكررها نحبكم. إلى اللقاء وعلى مقام البيات المهدى للأخ يونس بروين بصفة خاصة. شكرا السلام عليكم.